يبقى دور آخر للجمهور القسنطيني أيضا باش ينخرط في العملية يعني تحضير الأجواء الجيدة والأجواء الحسنة لاستضافة كل الضيوف اللي راح يكونوا هنا في مدينة قسنطينة، مع تجنب العنف اللفظي، احترام الأناشيد الوطنية للدول التي ستكون هنا، وإعطاء صورة حقيقية اللي تمكن الجزائر أنها تحتضن مناسبات دولية أخرى. وانتم تعرفوا بلي احنا رانا متوجهين إلى طلب احتضان الكان 2025.